وسط إرهاق الدوليين ورغبة في تحقيق إنجاز جديد يكتسب به ثقة الجمهور ومجلس الإدارة، يدخل الجنوب إفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للأهلي مباراة الرجاء المغربي غدا في كأس السوبر الإفريقي بتحديات كبيرة لإثبات جدارته في قيادة القلعة الحمراء. ويمثل تشكيل السوبر صداعا في رأس الجنوب إفريقي بعد أن وجد نفسه مضطرا على الاعتماد على مجموعة من اللاعبين، سواء الذين يعانون من إرهاق كبير أو عائدون من إصابات بعد مشاركتهم مع منتخباتهم في بطولة كأس العرب. ففي حراسة المرمى لا ملاذ عن الاعتماد على حصنه المنيع محمد الشناوي حتى وإن كان مجهداً. أما في خط الدفاع فحجز المتألق أكرم توفيق مكانه على الجانب الأيمن، والعائد من الإصابة التونسي علي معلول في الجانب الأيسر بعد تأكيده خلال الأيام الماضية لموسيماني بسلامته ورغبته في بدء اللقاء. كما حجز أيضاً المتألق مؤخراً مع المنتخب المغربي بدر بانون مكانه في قلب الدفاع، وسيتواجد بجانبه ياسر إبراهيم ليعوض أيمن أشرف، والذي خاض جزءاً من مرانه الأول بالأمس بعد عودته من الإصابة. وفي خط الوسط فبنسبة كبيرة استقر موسيماني على الدفع بالثلاثي حمدي فتحي والسولية وإليو ديانج. أما في الهجوم فلا خلاف على الجنوب إفريقي بيرسي تاو ويرافقه مجدي أفشا ومحمد شريف، بطولة يجد فيها موسيماني فرصة ذهبية لإعادة بناء جسر الثقة بينه وبين إدارة وجماهير القلعة الحمراء. أما خسارتها فستدخل الفريق في أزمة من الثقة حتى ولو كانت مؤقتاً.